السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إيفل ناين، وبتلاحظون إنه الجودة مرة مخيسة، والسبب لأني ماشي على الخط ولبكت وقلت لازم أغطي لكم ذا الخبر. طبعا بعد ما هرمنا وانتظرنا عودة دراغون بول سوبر، فأخيرا وأخيرا تم إعلان عن عرض، أو وش الاسم مدري وش هو بالضبط، الزبدة في جامب فورست قالوا إنهم راح يسوون موسم، أو تم إعلان عن جدول لأنمي دراغون بول سوبر. طبعا ما حد يدري إلى الحين إنه هذا هو موسم الثاني ولا لا، بس في كثير من الناس قالوا خلاص إنهم ما داموا إنهم حطوا جدول خاص للأنمي بكبره فهذا إعلان لموسم ثاني، بس هم قاعد يسوقون لموسم الثاني من وراء التريلات. بس للمعلومية لا الاستديو وبرضو في الخبر نفسه ما قالوا إنه موسم الثاني على طول، لا قالوا إنهم راح يعلنون عن جدول، او اعلنوا عن جدول لانمي دراغون بول سوبر، بس ما قالوا ايش هو بالضبط، هل هو موسم الثاني او هم بيجحفلونه وينزلون جزء فليري ما له دخل بالمانجا. ترى المانجا حاليا داعسة وقاعد تقدم لك شغل مرة اسطوري، خصوصا الارك حاليا اللي انا اتابعه في المانجا يعتبر ارك خرافي حرفيا. طبعا انا ما راح احرك لانه احتمال بنسبة 90%، او خلينا نقلل النسبة ونخليه احتمال بنسبة 70% انه الانمي بيرجع، ولو ما رجع فهذه تعتبر اقوى جحفلة في التاريخ، لانه من زمان قاعد يحمسوننا انه الانمي بيرجع ومدري ايش، واعلانات من ورا التريلات فجأة يقولون والله حنا مدري ايش ومدري ايش ومثل الكلام. فانتم تعرفون نظام توي انيميشن الوسخ ذاك، فممكن الانمي دراغون بول سوبر يرجع او ممكن لا، واسف على الجودة المخيسة. فمثل ما قلت لكم انا ماشي على الخط، فقلت لكم لازم اسجل لكم الخبر ذا على السريع، وطبعا انا اعترف انه ذا المقطع تسليكي، فسلكوا لي هذا الموضوع وبس. كان هذا اللي عندي، اشوفكم على خير رهيبين، peace.